مرحبا بكم مرة أخرى على برنامج أكسن غيك. من خلاله غادي نشاهدوا العديد من المواهب العربية على الصعيد الوطن العربي، واللي غادي يطربونا بأصوات ديالهم الشجية، واللي غادي نشطو معاهم شي شوية وما نخليكم معاهم الأساسيدة ديالنا. وما ننساوش طبيعة الحال في هذا البرنامج الأساسيدة ديالنا اللي كيساعدونا في هذا البرنامج وكيساعدوا المتسابقين واللي يساعدوهم بالخبرة ديالهم وبالتجربة ديالتهم واللي ما كيبخلوش عليهم بالمعلومات ديالتهم وبالعديد ديال الخبرة ديالتهم اللي كتخلي المتسابقين ديالنا يكونوا من أحسن الاختيار. والآن كنقدموا لكم لجنة التحكيم الأستاذ باد والأستاذة سخون والأستاذ هوى. والآن خليكم مع المتسابق رقم جوج اللي جانا من بلاد بعيدة وطريق صعيبة واللي من خلاله غادي تكتشفوا واحد الموهبة، ونخليكم حتى نتوما تكتشفوه وتجاوبونا في الكومنتير ديالكم واش يمكن ليه يستمر معنا في البرايمات الجايين ولا لا. والآن خليكم تكتشفوا المتسابق رقم جوج. مرحبا بك معنا. مرحبا بك معنا. كنتمنوا لك التوفيق أوليدي. وشنو اللي غتقدم لنا اليوم؟ أنا أغنية شابة مليحة وعندي غنى تمن الأخ. غنى سيدي غنى ومرحبا بك، ونتمنى تكون أحسن من دوك اللي دازو. راه كيجيبو لك شي عينات غير الله يحفظ وصافي. لا إله إلا الله. وحدة فوق راسك عندك ليت وقرصك نفخ لك راسك تقلبها في صحبك. انا ما عنديش بالحليب ما نسقيش المعزق وغرزة راهي توكل في الريشة نوكل المطلوعة قلبي يوم وجوع نمشي في الظلمة من خيالي مخلوعة. والآن خليكم مع لجنة التحكيم بارد وسخون يا هوا اللي غتعطينا الرأي ديالها في هاد الشاب وسيم جميل طويل، ونتمنى الآراء ديالهم يكونوا عند حسن الظن ديالنا. نتمنى لهذا السيد التوفيق والله يحفظه صافي. والآن معنا الأستاذ. واش غادي نقول لك أخويا، هي الطولة والوقفة والتجريدة راه كاينة، ما نكذبوش هي كاينة صراحة كاينة. ولكن يا أخويا راه داك في الأول فاش بدا لنا بالأمداح وخرها لينا بالشيخات، حنا دابا كنفهمو غير بالأمداح. أنا الشيخات متنفهمش ليهم، هاد السيدة اللي حدايا راه تفهم فيهم. ولكني أنايا اللي نتمنى لهذا السيد توفيق ان شاء الله، وانا غير عطيني شبر ديال التيساع انا نخرج ويستا قدار بني ولا شي حاجه. تبارك الله وسط عندي راه صحيح وقوي ومقدر، وانا صحت على قد الحال. الله يرحم الوالدين لما عاودوا يجيبوا لنا غير شي ناس اللي على قدنا باش لقينا نشوف التعلم صحيح. الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. الان معنا الاستاذ ديالنا الاستاذ سخون اللي حنين علينا، ونتمنوا ان شاء الله تفيدنا بالراي ديالها مع هذا الشاب. وانا راه بقات ليا بصح هو يطلب ويزاوب ويعند ويبوس، وراه لا اله الا الله رسول الله الا لقيتي كيفاش ديري، راه انت هي كلشي، انت هي منا، انت هي خوتنا، انت هي فاميلي ديالتنا، انت هي كلشي. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، تعاوني معاه ونهزو معاه شي فاتحه في الخط. الله يجري علينا راه يعطينا جبر ديال التيساع. السلام عليكم اخاي، حنا كنتمناو الخير لهاد الشباب وكنتمناو ليهم التوفيق، وخصوصا هاد الشاب اللي بدع في اللحن ديالو وفي الكلمات ديالو، وكنتمناو ليه التوفيق. وغير هو بخصوص ديال هاد السي اللي طربنا به اليوم، كان عليه يرفع شويه من المقامات ويهبط من المنازل، لانه الابداع كيجي من الباب الاول، وهاد السيد راه جاه من السازم، فهمتيني. نتمنى تكون كتستوعب هاد الكلمات ديالنا حنا هاد الاساسيده، ونتمنى لك التوفيق وزيد شويه في العطاء ديالك وليدي. الا لقيتي كاع مره تعود دير الامداح ولا تعود دير شي حاجه اخرى ولا دير شي حلقه كاع وهني الله، هادشي اللي عطا الله وصافي. والان بعد ما سمعنا الراي ديال الاستاذه ديالنا الاستاذه سخون اللي كان راي في المحل ديالو، والان اللي غادي نستمعوا ونخليكم مع الاستاذ يا هوا. انا اخويا غادي نجي من الاخر،
هادشي اللي بلي بحال انا عارفك الباب ياك ضربك الباب خليتي صوتك على برا ودخلتي عندنا معليش. المهم ديش ليا لي زيت العود والقرفة ياك، ومن بعد ما ديش ليا زيت العود والقرفة عاود جي عندنا مرة أخرى ياك فاستحسن حسابي الدنيا هانية، أنا على قبلك غادي إن شاء الله الأمور ديالك غادي تحسن، دير الزيت والقرفة الأمور ديالك غادي تحسن. ماشي كاع دير لي لونتي كاع مكاين حتى شي مشكل، حتى شي مشكل باش يجيك الصوف مع العينين مع الودنين، وإن شاء الله غادي نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، غادي يكون خير غادي يكون خير إن شاء الله. والآن بعد ما سمعنا الآراء ديال الأساتذة ديالنا بارد وسخون يا هوا، نخليكم تحت نتوما تقولوا لنا الآراء ديالكم اللي خلال الكومونتير، كيفاش جاكم هاد المتسابق، واش يمكن ليه يستمر معنا في البرايمات الجايين ولا لا، وخصوصا هو جاينا من بلاد بعيدة والكرفاس وسخفنا في الطريق، داكشي علاش ما قدرش يدي الأداء ديالو مزيان. ونتمنوا يعجبكم في الحلقات الجايين إن شاء الله، وتبقاو متابعين معنا في القنوات ديالنا على الفيسبوك وتيك توك واليوتيوب، وباش تشوفوا البرامج الأخرى وتشوفوا عدة حلقات أخرى في البرايمات الجايين إن شاء الله.